السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا البيدال هذا اللي كامل الناس يستعملوه في لي ماشين نتاعهم. البيدال هذا جابوه لي جديد كما راكم تشوفوا فيه وما يخدمش. فوالا مرة يخدم مرة ما يخدمش. دونك غادي تشوفوا وتعرفوا على ياش لي بيدال كاين اللي ما يخدموش، غادي نتعرفوا باش توليو تخدموهم بوحدكم. البيدال راهو حاجه سهله باش تحلوه، عنده هنا تحلوه من هذه كما تشوفوا، عنده هذه تجي هنا تحلوه هكا، وعنده زوج تاع من هنا يحكم يدخلوا في هذه وتقلعوا. دروكا غادي نشوفوا هنايا، دروك نديرو هاك هاد لي فيس راهم مرخوفين ما راهمش مزيرين على هاد، هذا ما يخدمش. كي ما يخدمش هذا ما يلحقش للشاربون تاعو باش يديماري لو موتور. دروك انا غادي نزيرو فوالا، الا كان طالع هكذا، إلا كان طالع هكذا بزاف فوق توجور تودوه لتحت مات. هلا هكذا نزيرو باش هذا يولي يكزيستي مع هذاك، هكذا تحكموه في هاد الوضعية هكذا نيشان وتزيرو، تزيرو مليح هاد لي فيس، فوالا تزيروه مليح. ممكن نكسري ليه ودي فوا هذا كان دي يكون مام ديرو ما يلحقش باش يتوشي الشاربون هنا، خص هذا يتوشي لو شاربون باش يديماري الموتور. هذا ما حد يهود هكذا هو يكسري ليه، لازم هذا توجور يتوشي باش يديماري لك الموتور. الا هذا ما كانش يتوشي وهذا يكون هاود بزاف، غادي تحلو هاد لي فيس اللي تشوفوا فيهم تحلوهم وتزيدوا تهودوا هادي باش يولي هذا يتوشي لكم. هذا راه طالع الماكسيموم كما تشوفوا راه جديد، وكي يولي تحلو وتشوفوا ديروا بيداكم هكذا وتشوفوا بلي هذا ما يتوشيش عارفوا بلي يتهود. تحلو هاد لي فيس تزيدو تهودو هذا، تهودوه باش هذا يولي يلحق. يا تعوجو كيما هكذا تحكمو كيما هكذا وتعوجو شوية باش يولي يحكم في هذا ويتوشي ويديماري لو موتور. دروك انا غادي نسيي كي تبت هادوك غادي تشوفو. دروك كي ندير هكذا انا هاهو ديماري فوالا هاهو. ما حد ياسر هو يزيد في لافيتاس، دونك هذاك الا ما كانش يحكم في الشاربون فوالا غادي لو موتور ما ديماريش. وزيدو تشوفوا هذا الخيوط يكونوا هنا ثابتين، الا كان ما حكمش مليح غادي يدير لكم الشراره تاع الضوء نورمال يكون مسودي ولا ثابت مليح سواء هنا ولا هنا. وكي او زيدوا عاود شوفوا يكون خيط هنا مقطع غادي الموتور ما يديماريش ما يوصلوش الكورون. هذا هو السيستم تاع هاد لي شاربون كيفاش يديماري، لازم تشوفوا هنا ولازم يكون هذا يتوشي. كي تحلوا الموتور وتشوفوا هذا ما يتوشيش كما قلت لكم تعودوا شويه هذا ولا تعوجوا وتعودوه باش يولي يتوشي لكم لو شاربون. نظن فهمتوا، وهذه باش تردوها حاجه سهله هنا. والا كانت ما تحكم لكمش هنايا غادي تحكموا هذا هكذا تعودوا هكذا شويه هنا باش يولي ثابت ويكون حاكم بلاصتو مليح فوالا كيما هكذا فوالا فوالا
ولا هذا الموتور راكب. ومن بعد باغ اكزومبل كان هذا كي توشي وكامل الخيط تابتين وكا دي فوا يكون الخيط تشوفوا له هنا دي فوا يكون محروق والله هنايا يكون الخيط يكون محروق وما يفوتش الكورون. وهذا الا كان محروق راه كاينين في السوق كاين كيفو تبدلو الا الخيط وتجيبوه من لهنا وكما وريتكم تلصقوه. وهذا راه كاين وحده كابلي. ونقول لكم اللي عجبت القناه اشترك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.